في محتاج، في يتيم، في أرملة ينتظرون نحن أن نمد لهم أيدي العون. وترى سبحان الله كما قال أهل العلم الصدقة تنفع المحتاج في دنيا وتنفعني أنا وأنت في آخرتنا. أكيد. وفرق بين منفعة الدنيا ومنفعة الآخرة. في اليوم هذا الوقف الذي تبنيه الجمعية وترعاه الجمعية حتى يعود ريعه للمحتاج وللفقير ولليتيم وللأرملة ولمشاريعها الرعوية ومشاريعها التنموية، السلال الرمضانية، الكسوة الشتوية، الأجهزة، أجهزة التبريد في الصيف، نحن مقبلين على فصل الصيف. كل هذا ينتظركم أنتم، ينتظر عطاءكم وجودكم وكرمكم وبذلكم ولا غرابة. محمد عليه الصلاة والسلام علمنا هذا وربانا على هذا، والكتاب والسنة مملوء بهذا، فكيف بمحتاج في مدينة رسول الله ينتظرنا؟ والله نقف، وليس لأحد فضل ولا منه، بل الفضل لله والمنة لله الذي يرزقنا، ثم يطلب منا سبحانه أن نقرض قرضا حتى يضاعفه لنا أضعافا كثيرة.